زي ما بنقول كده بيسخن الناس علشان يبقى في غضب. لأن الناس بتربط يا مدام عزة ما بين ما قرر هذا العام في موضوع المشروعات البحثية وبين الأبحاث اللي كانت بتعد أيام الإصابة بكورونا وانتشار كورونا وعدم وإغلاق المدارس، وبالتالي بدأ الطلاب وأولياء الأمور يتجهوا بعضهم إلى مكاتب عشان تعمل لهم الأبحاث دي، أو أولياء الأمور نفسها هي اللي تعمل الأبحاث دي وترسل إلى المدرسة. وبالتالي طبعا ده كان بيحصل تكلفة. أيام كورونا ده كان في تكلفة. أيوة. إنما اللي قرر هذا العام يا أستاذ عزة لو نجحت فيه الوزارة هذا العام هيعتبر من أفضل ما يمكن لإعداد الطالب أن يعبر عن نفسه ويتحدث عن نفسه وأن يجمع المعلومات ويناقشها ويبحث ويطلع ويبقى عنده درجة من المعرفة ويناقشها في الفصل مع رائد الفصل نفسه. أيوة. يعني ما حدش هنفترض ان دلوقتي لان هي فكره البحوث ايه حضرتك؟ ان انا الطالب او التلميذ يختار موضوع يكتب فيه يعمل بحث فيه هو واخرين. أيوة. اربعه خمسه مع بعض. ايوه. قد يكون حاجه في المشروعات القوميه، قد يكون قضايا المناخ والحاجات السلبيه اللي موجوده في الظواهر المناخيه وكيفيه مواجهتها وخلافه. يفكر هنا يختار ايه المشروع اللي هم يعملوه خمس ست طلاب. نعم. وبعدين يبدأوا يبحثوا في تجميع المادة العلمية ويظبطوها مع بعض ويعرضوها على رائد الفصل، وكل واحد يبدأ يناقش الموضوع مع رائد الفصل. أيوة. وهي هتبقى مادة رسوب أو نجاح ولن تضاف للمجموع. تمام. بعلم ابني كيف يتم البحث العلمي بشكل حقيقي. دي نمرة. أيوة. واحد. أيوة. نمرة اثنين ده الغرض، ده الغرض من البحث اللي حضرتك بتقوله بالظبط. تمام. ونمرة اثنين بقى خليه يبدأ يسأل ايه هي المشروعات القومية زي ايه. أيوة. ايه المعلومات اللي فيها، وبالتالي هنا هيجي له معلومات على كم المشروعات والنهضة الكبيرة جدا اللي حصلت في مصر في آلاف المشروعات اللي موجودة من طرق وكهرباء وإسكان وقناة السويس كله. هيبدأ يطلع انا ده الهدف. إذا نعم. جمع معلومات، إذا ثقف نفسه، إذا عرف حجم المشروعات اللي موجودة في البلد بتتعمل إيه ومن إمتى وإزاي وبأي تكلفة. قضايا المناخ والتلوث البيئي وإيه الأضرار بتاعته ومصار يبقى على دراية باللي بيحصل بالضبط. وبالتالي لما يقعدوا يعملوا مع بعض البحث يجي في الفصل جوه الفصل هيبدأ التلميذ أو الطالب يناقش البحث ده مع المدرس اللي في الفصل او الرائد بتاعه. اذا نعم. لابد ان يكون ملما بما كتبه وبما جمعه على اساس يقدر يعبر عنه قدام الرائد بتاعه عشان ياخد الدرجه ويقوله ان هو رسب او نجح في ماده المشروع. خلينا نقول ان المعلومات اللي هيتم للطالب او للتلميذ البحث عنها وقرايتها ده هيساعده كمان في الحصيلة المعرفية اللي عنده معرفية ويساعده في موضوعات التعبير يعرف يعني يكتب. حضرتك اما يخش مثلا على جوجل مثلا على سبيل المثال او تمام. على اي موقع الكتروني تبع للوزارة ويبحث في المشروعات القومية في المطلق مش هيلاقي مشروعات في القومية في الكهرباء، مش هيلاقي في الاسكان. نعم. مش هيلاقي في الزراعة، مش هيلاقي في الحياة الكريمة والمشروعات اللي اتعملت على مستوى الدولة، مش هيلاقي في مجال الصحة. طب ما هو عرف حاجات كثيرة هو ما كانش يعرفها إلا بالطريقة دي. وبالتالي بدأ يبحث أنا ويختار المشروع هو وزملائه. ده سؤالي بقى، مين اللي بيختار فكرة البحث؟